أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. ولك تدخل بقى يا حجي، تدخل يلا خلصنا بقى. ليه قوم بدك تخطفني ولاك؟ أنا بدي أخطفك ولك أنت بتخطف بلد. ادخل لوقت ما أروح أشوف الأولاد ليش طلع معي جوينا. أم عبادة ادخلوا، ادخل. أم عبادة أوف، ما في حدا. أم عبادة مجودة. عبادة أوف، ما في حدا طاول منهم. قولك شبك بتضل عم تصرخ. ولك مالهم بالبيت غريبة؟ ما قالوا لي بدهم يروحوا على محل. اتصل عليهم يا زكي، شغل مخك. صح، انت جبتها. اتصل عليهم. ان رقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطية حاليا. مغلق، ايه بك يطفوا تليفوناتهم؟ انا بدخل ادخل الحمام اغسل وشي لاني شكلي صرعت نهائيا. تنباعوا بالعساكركم بقلب بعض، انا بدي اتسطح وليش ظهري دخيلكم. قول عاوز برب الفرق. ما في حدا غريب. انا شفت غلط ضروري كان ماي فون. ايش صار؟ انا عم تهيالي كثير، عم تهيالي. لا، في شيء. قلبي شغلت تشبهك. في جني بالحمام. انا شفته بعيوني. جني. وراح هنا جني ما جني. انا هيك وعملت تحتي. منين جايب هالبيت يخرب بيتك؟ معناها مشان هيك ام عبادة والولاد تركوا البيت وراحوا؟ اكيد مستحيل يكون في شيء. انا خبرة بهالموضوع. بعد هيك انا بدي اقوم اشوف. بعد هيك ولك وين بدك تروح حجي؟ انت من غاشي على التنفخة. وين الجني اللي عم تقول عليه؟ وهي مطبخ كمان، وهي في بلكونة كمان. يا عيني ايش هالطالة هاي؟ لك وين راح كل هاد؟ وينك حجي؟ حجي يا حجي، عم تسمعني شي؟ وينك؟ انت هون شي؟ ما في حدا غريب. وين راح؟ والله غريبة. قل عوز برب الفرق. اتعزونا من اذيكم. ايه يا بابا؟ هي كتير. انا شفته قدام عيوني هو اصلا. مرتين شفته بالبيت؟ لا. والحج اختفى؟ لا، هيك كتير. انا صار لازم احكي مع صاحب البيت بابا اشوف حل لهالقصة هي بقى. قولي يا اخي، قولي. الو، ولك الله لا يوفقك. كيف ما رفتوا تشك؟ ولك انا وقت اخذت بيتك ليش ما قلت لي انه البيت مسكون؟ ايه انت ما سالتني، انا شلون بدي اقول لك؟ انا ما سالتك يبليك. قولك اسمع، طول بالك. قولك هذا البيت اللي بارك فيه انت هلا صار فيه جريمتين قتل. اوعك وانتبه لنفسك كثير، حتى الحمام شايفه قدامك. اوعك تدخل على الحمام والا راح يقتوك ويعيفوك جوا، وراح تصيب البيت التلات جرايم قتل بدل تنتين. انا عم بنصحك. الله يجزيك الخير والله، عم تنصحني والله. قولي دخلك الراسي. ابو عبادة وينك؟ يعني بفهم منك انا هلا مشكله بالحمام بس؟ واقف واقف حجي القلب. لا بجرب. قولي دخلك الراسي. اشبع اشفي. لا انا هيك صرت اخاف كتير،
صرت بخاف كتير. ما دام اخذوها الحجي معناتها هلا حياخذوني لي ولي ولي. ايش لازم عمي انا هلا؟ ابو عبادة وينك؟ ابو عبادة وين كنت كل هاد؟ مو مهم وين كنت، صحيت طلع البيت مسكون وانت منو عليك؟ قولك انا مني صدي خبر يعني؟ صاحب البيت اتصل فيني وخبرني صح طلع مسكون وابوي صار له اكثر من ساعه مختفي، عم بخاف اقرب الحمام اطلع عليه. انا رايح اطلع عليه، خليك انت هون قولي، خلينا نتخبعنا هون لكن. ام عبادة قولي وين اختفت هاي؟ ام عبادة ايوه طفت كهرباء هذه لما اصلا بس. ام عبادة عم بستخرج ليش ما عم ترديش؟ ورقم بطيخ يخرب بيتها وين راحت هاي؟ اهدى ام عبادة طول بالك شغلة بسيطة ما بدي واحد كهرباء يرتعب. طول بالك قول عوز برب الفلق انا ما حطيت تليفوني. وين صار التليفون؟ لا اله الا الله ام عبادة استغفر الله، في حدا اي حدا يفهمني ماذا عم صير؟ أعوذ برب الفلق إن شاء الله ما يخطر له حد يجي لهون، إن شاء الله ما يشوفوني. ولي بابا كرمال الله بقى في أتخوفنا عليك. شبح بابا ليش كل هالخفت؟ نحن كنا عم نمزح معك بس. والله ابو عبده قوم بقى، والله خوفنا عليك. والله لا مالي علاقه، هدول هي فكره ولادك، والله لا مالي علاقه. الله لا يوفقكم، ولا انتم ما تخافون الله، كنت راح اروح في اياه. انا مالي علاقه هنن صح. ابوي وينه؟ جدي بالحمام وعم بشخر كمان. اخذته نومي وراحت سحبت طاويل. بتعرف هو منيح صحيت، يعني انت ما وصلت معنا للمرحله الاخيره وهيك. لو ما وصل معنا للمرحله الاخيره كنا مجهزين لك شيء، كنت يمكن تنفخه بعيد الشر. طبعا المرحله الاخيره يخرب بيتك بالحالك، لسه في مرحله اخيره لك صحيح. كان في واحد طالع مع البرنده، انا عطيته نفسي قلب لتحت يمكن مات. مين هذا اللي مات؟ هذا اللي قلب، هذا تاكل هم بطول، هذا رفيقي قلب مات شهيد المقلب راح يا مسكين. احسن الى جهنم وبئس المصير. ايش في؟ مو قلتوا خلصتوا المقلب؟ عرفتك، تاع ابو تحسين، تاع عن هبلت انت كمان مثلهم. ايه علينا، ما ارتعبت يعني انت ابو عبادة؟ ايش انت شكلك شكل واحد برايي؟ بدك انت مو اذا بتحط قناع، بدك اذا انت بتروح بتعمل عمليه كامله بتغير شكلك كلياته وبتيجي بتحكي صوتك هذا بده يبهدلك. هذا اللي طلع معك هلا بعد ما تكلفت رحت اشتريت هاد. مين هاد؟
على فكرة أنا دخلتي خوفت أكثر منه. ها مين هاد كمان؟ فهمونا مشان نخلص. مين هاد؟ والله ما بعرف، ما بنعرف بابا، ما خبينا عليك طول والله. أبو عبادة والله ما بنعرف مين هاد. شو؟ ما حدا عرفه؟ أو لا يخرب بيتكم، استنوني أمي، أبي خذني معك، استنى خذني معك. الله لي وفاكم كنت جيبولي سكتة أبي، استنوني. هربوا كلهم، أنا خوفتهم.